في الذكرى الثالثة لبدء عمليات التحالف العربي في اليمن تحت لافتة استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب، ظهر رئيس الحكومة الشرعية أحمد بن دغر معلنا عدم عودة الحكومة إلى عدن لأنها تقع تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. تصريحات الرجل الأول في الحكومة جاءت بعد أسابيع من خروجه من عدن بعد أيام عصيبة شهدتها المدينة جراء استهداف الميليشيا التابعة للمجلس الانتقالي للمقرات الحكومية والمعسكرات التابعة للشرعية بغطاء إماراتي. بن دغر ظهر وهو يتحدث لصحيفة الشرق الأوسط عاجزا فاقدا للحيلة، وذلك لسان حال الشرعية التي استنجدت بالتحالف لاستعادة البلاد فوقعت ضحية للمرة الثانية، ووضع الرئيس الشرعي تحت الإقامة الجبرية باعتراف عدد من كبار مسؤولي الشرعية. عدن من جديد مدينة مغلقة في وجه الشرعية بعد أن أقفلت بوابتها المفتوحة على البحر في وجه الرئيس هادي قبل أكثر من عام ونصف، وباتت تستقبل كل خصوم الشرعية وهادي، وتقام فيها معسكرات لأطراف لا يجمعها غير الولاء للإمارات وتنفيذ أجنداتها. عقب الموقف الإماراتي والسعودي من أحداث عدن، اتجهت بوصلة بن دغر الطامح لدور جديد باتجاه أبو ظبي، باحثا عن دور جديد من بوابة المؤتمر المدعوم من الإمارات، بدءا في الترويج لمصالحة بمقاس نجل المخلوع المقيم في الإمارات. المؤتمر الذي كان يتم تصويره كحصان طروادة تشظى ولم يعد يقوى على الوقوف على قدميه بعد إعدام ميليشيا الحوثي لزعيمه الذي حرص على أن يمسك بكل مفاتيح اللعبة داخل الحزب، وهو ما جعله في حكم الميت سريريا منذ سقط صالح صريعا برصاص حلفائه الحوثيين. اليوم هناك أكثر من مؤتمر يمسك بجزء منه الحوثيون، وجزء آخر يوالي الرئيس هادي، وثالث يوالي الإمارات، ويسعى للعودة من تلك البوابة المواربة والقائمة على سياسة العصا والجزرة. لم تعد أجندة التحالف خافية على أحد، على الأقل فيما يتعلق بمستقبل اليمن، ويبقى التحدي الجديد للشرعية كيف يمكن لها أن تنجو من كل هذه الأمواج المتلاطمة، وكيف تواجه أصدقائها قبل أعدائها. فكل الأبواب باتت اليوم تؤدي إلى الفوضى وضياع الدولة اليمنية وتشظيها، كما عبر عن ذلك آخر تقرير أممي عن الوضع في اليمن.